هذا الفيديو سوف نتعرف على الدعاء الذي يمنحك الله به 1000 حسنة وترفع به 1000 درجة ويوكل الله لك 70,000 ملك يستغفرون لك إلى يوم القيامة. ولكن قبل أن أبدأ في موضوع اليوم، أدعوك إلى الانضمام إلى القناة عبر الضغط على الزر أحمر اشتراك أسفل الفيديو حتى يصلك كل جديد، ولا تنسى أيضا تفعيل الجرس لتنبيهات. وسوف نتعرف على هذا الدعاء بعد هذا الفصل القصير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن ابن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال الحمد لله للذي تواضع كل شيء لعظمته، والحمد لله للذي ذل كل شيء لعزته، والحمد لله للذي خضع كل شيء لملكه، والحمد لله للذي استسلم كل شيء لقدرته، كتبت له 1000 حسنة ورفع له بها 1000 درجة وأكل به 70,000 ملك يستغفرون له إلى يوم القيامة. مرة أخرى عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال الحمد لله للذي تواضع كل شيء لعظمته، والحمد لله للذي ذل كل شيء لعزته، والحمد لله للذي خضع كل شيء لملكه، والحمد لله للذي استسلم كل شيء لقدرته، كتبت له 1000 حسنة ورفع له بها 1000 درجة وأكل به 70,000 ملك يستغفرون له إلى يوم القيامة. شارك هذا الدعاء ولك الأجر.